دقيوس ومقيوس برعاية اتصالات الجزائر. اتصالات الجزائر دائما أقرب. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية ووتر فروتس. شحال دينا تيبازا القبر الروميه؟ ماشي طريقي تيبازا الحاج. اي معليش ماشي طريقك، حنا نروحو كرشه جماعه. 5 ملايين. 5 ملايين يا شاموتي، حبيت ترفه في نهارك انت ولا واش؟ ما عجبكش الشومه شوف واحد اخر. يا رحم باباك ولي تشنف على جدنا تاني. ما تحشمش عيب عليك، اون بليس حنايا ماشي رانا رايحين وحدنا، حنا رانا الشما الشيوخه تهضر لها جاجه وعلى بالك، حبينا نديرو رحله وهادي هي بدلو الجو. تغيوش رفد يديك الشما وتضربو بدعوة الشر، تا الدعاء تاعك مستجاب. روح. لا 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 الحاج لا 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 كي ولا دعوة الشر نديكم باطل. لا لا سامحني ماشي الباطل ربي ما يحبوش، انت كان خذنا شيبك من الدنيا. خلاص الحاج خلاص كي ولا دار العجزة والله ما نخلصها والله ما نخلص. هيا تقيوش ضربوا بدعوة خير على الواقفية. هيا هيا شيبو خلاص هذا بيننا شي مليح. ابتشم ابتشم راك داير دعوة الخير يا جدك، خير كبيرة وجايك. بسم الله. 15 مليون بزاف والله غير بزاف. راح يديكم الصحراء تيبازا تيبازا راه غير هنا يا شاحبي. تبارك الشمع ولا كيفاه كلش راه جاد، لي شونج جاد، الماجور جاد، الفرن جادو، الدالكو جاد، في البروكه جاد، كلش جاد. اش ما انت ماكش تخرج براك الدور غير في دار العجازه، حنا لا انا نخرجوا حنا نقولوا لك شيد من 14 صباح نيغوسي معاه بالشي باش قبل ب 15 مليون. معليش دوك انا نخرج نيغوسي معاه. واش تخرج او خلاص مدينا له كلمه الرجال هضروا معاه خلاص. او وانا نقول لك مقيوج خلي دوك نهضر معاه بالك يرجع لنا 10 ملايين ولا 10 ملايين زعما يقبل. اي واش يدير نطلش وجوهنا وخلاص. قيوش خليني حيانا ملحمي ونعطوا له وخلاص. خلاص شوف 12 مليون ضروا ما نزيدهاش. كاينه حاجه بصح دقيوس، الرحله هذيك انت جبتها بالك على الشيوخه ام على رقبتك يا حشره؟ توشيني على خاوتي، توشيني على الوجوه النيره هذوك. اشبع ما تخممش، حنا الزوا ولادك نتهلاو فيهم، حنا بينا هما يفرحوا ويجاوا. يا عشرة حنا شبعنا جهوات وفرحات، طيارة تحط البابور يرفد، البابور يحط الطاكسي يرفد، الطاكسي يحط الترا يرفد. القيوش وي اسمح لي قاطعتك، البيسا وجا لازم نقلعوا. هيا بسم الله هاي نتكل على ربي هاي. ما شافوهاش هادي، ما شافوهاش، ما شافوهاش هادي، ما شافوهاش. ايه شاي ايه تيتوا ايه تيتوا على جدنا ايه. بني عمي ملي قلعتي ما حبستهوش يا صاحبي، وانت تانيك باش لمتك ترعرع ملي قلع البيش وانت تغني، ما لعبت في شغرك ولا كيفاه؟ واش فيها يا دقيوش؟ اكرانا رايحين رحله وانا اللي نغني. اباك دقيوش ملي نعرفك عمري ما شفتك فرحان. انا نفرح كي يدخلوني الدراهم وي نفرح نجها. يدخلوك دراهم دقيوش ما شبعتش، 12 مليون في 5 دقائق الطبيب ما يديرهمش يا محينك. راك قلتها دخلوني الدراهم ماشي ما دروك خلاص نعاودوني كاش من نافيكي ماشي نبقى نغني هنايا. ما شافوهاش خلاص يا سيدي انا سكتنا. ايوش دوك الشجر هذوك اللي من هي وشنو هذوك قارش ولا وشنو؟ الله اعلم تعشينا دقيوش. اي خير كبير الله يبارك، كي تروح للمارشي كلشي يشعل. الاراضي تاعنا خير من الاراضي تاع امريكان دقيوش، تزرع حبه عدس تخرج لك شجره تاع حديد، تزرع حبه لوبيا تخرج لك قرعه غاز. شوي شوي يخرج الباطيمة هاد كيف كيف هيا بركة ما تزيد فيها هيا. اش ما مقيوش هادو البحير عندهم ماليهم ولا ما عندهمش؟ شي عندهم ماليهم دقيوش. اشمع ادخل البحيرة هاد ادخل كل شويت. ايوا هكداك شارجيو شارجيو ما تحشموش، شارجيو في الشنادق من بعد تجدو كاع الفرقون. ايه ما تخلو حتى حبة شينا في الشجرة. يا محني دقيوش سهراني زعفاني عليك، عندك بحيرة وما قلتليش. إيه باسكو أنت مش قصدتيش خويا مقيوش، أنا هادي البحيرة هادي حشرة حتى ننساها شاعات ولا غننساها،
على بالك حنا ما نحبوش نهضروا واحد اللي عنده الرزق، ماشي كل خطره يبدا يهضر عليه ولا لا؟ كاينه إيه؟ والله عارفين بالك دقيوش كبرت في عيني يا محينك، جابوا لا خير كنت غلط فيك، شارجيو يا الشاموتين ومن بعد تزيدوا قولوا دقيوش ماشي ناس ملاح. دقيوش شاتشيني هادي كاع ماشي تبدير. هي تبدير، لو كان مدوا شويه صندوق ولا زوج دار العجاجه واللي بقى نبيعوها لها التجاره هادي حلال يا سيدي او. من الدراسه يا محينك واش راهم يستناو باش يكرموا؟ واش راكم ديروا هنا؟ واش راكم ديروا لهنا؟ واش دخلكم لهنا للجنان؟ الخدامين تاعك جاو يعاونونا. الخدامين يا جدك هذا مولي البحيره مشي نهربوا مشي. صافي ماشي تاعك البحيره. واش من عام كانت عندي بحيره انا يرحم والديك مشي. واش شيوخه؟ يتهردوا الشيوخه قلع. واش الله لا تربحك يا دقيوس، الله لا تربحك يا دقيوس، كاين الناس واش نتعامل معاهم ندير رحلات تجوز بلا، ما فهمتش انا واش خداني تبعتك ما فهمتش ما فهمتش، ها دوكا قريب الظلمه المغرب المغرب وهما مازال ما وصلوش، كاش ما يصرى الواحد فيهم باصين 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 باصين، الله لا تربحك، الحمد لله الحمد لله يا ربي، واش كاين غير الخير؟ واش صرا لكم؟ صرا فينا البطل، الدخله تاع تيبازا وحنا نمشيو ابي. شوف علاه البيس تاعهم بان؟ حنا مقيوس دخلنا البحيره تاع تشينا وقالنا ديالي. كي جاو مواليها دقيوس هرب وحنا خذينا الخباطي. يديرها يديرها على بالي يديرها صح. انت ماشي شوفور تاع البيس ورا البيس تاعك. داه دقيوس ومقيوس وعطاوها راحوا. داه وراح. شوف انا ما تلعبهاش بيا. البيبان مغلوقين ما عندك وين تروح. 12 مليون تاعي دوك طيح. 12 مليون؟ من اديتهم من عندي باطل. خاه باطل. وراهم وراهم وراهم. دقيوس! دقيوس! وكما قلت لكم يا اعزائي الاجانب نحن الان في الطريق الوطني رقم 90 متوجهين الى مدينه بوشعاده، مدينه بوشعاده الساحليه التي تقع على ضفاف الانهار والمحيطات، يحدها من الشمال مدينه تبشا الشهراويه ومن الغرب مدينه ورقله الساحليه ومن الشمال مدينه سطيف الشهراويه. دقيوش وراسك العزيز ما وحامين حتى حرف، هادو قور واش دخلني وجدهم؟ علاش هما كيهضروا نفهموهم؟ هيا فيما عليك كلام صواب. اسمع البومباي شونش الاولى اللي تلحق ليها حط جدهم وقلع. وعلاش ما عادش يكملوا معنا الرحله؟ يرحم بابك عم بالك شحواقي اللي رانا دايلهم بوشعاده يا اخي خلصونا. اي باش هاي من دراسه يا بحينك في الرحلات وتفهم واش هم يستناو باش يكرموك. وين كنا مخيوش؟ في بوشعاده الساحليه. ولا كيما قلت لكم مدينه بوشعاده الساحليه معروفه بالبحار والمحيطات دياولها ومعروفه كذلك بالحيتان الضخمه يا محينك الكالامار هكذا هكذا يا خويا وكذلك واش مو هذاك الطحلب الطحلب جدو هذا مترتقه به يا محينك وكيما على بالكم والحوت يا خويا هاك يغلي يا محينك لحقنا بوبايسوش على مجال قريب دقيوش بقات لنا واحد السمات والان نحكي لكم على منطقه اخرى اللي هي لا تخلو من الاثاره والجمال. دقيوس ومقيوس برعاية اتصالات الجزائر. اتصالات الجزائر دائما أقرب. قدم لكم هذا البرنامج برعاية واتر فروتس.